Agora a quarta roupa que é uma que nem uma coca, tem uma que não quer fazer de toque, é uma vídeo de man حلم منتخب الحلقة الأولى. أوكي خلينا ندخلها. أوكي نسوي دخول بطولة جديدة. صراحة نحن سوينا قرعة وطلعنا نلعب مع فرنسا، فمجموعنا مجموعة سي بتكون استراليا البيو والدنمارك. اوكي حاليا اوكي يلا فبلعب حاليا ضد فرنسا. يلا اوكي فبلعب في كازان ارينا و تسلس بالفين 13 وساعته 45,000 سيدة حق صعوبة. فاوكي يا جماعة حاب اقول لكم اني انا سويت الفيديو من قبل، لكن الكهرباء سكرت علي. اوكي المباراة تقريبا الساعة 1 تقريبا الجولة الاولى من بطولة كأس العالم. اوكي دخلنا ارضية الملعب كما يعلم الجميع، الهدف الابرز الذي ياتي كل اربعة اعوام، البطولة التي تخطف الاضواء، البطولة التي تحافظ على تقاليدها، البطولة التي نتذكر اساطيرها وتاريخها، ويظل كأس العالم هو الحدث الرياضي الابرز في تاريخ كرة القدم. مباراة منتظرة اليوم لمنتخب الديوك الفرنسي ضد منتخب استراليا. اوكي ف اوكي ملعب كازان ارينا معقل نادي رونالد كازان الروسي، واللي كانت بدايه البناء بالنسبه لهذا الملعب في عام 2010 وانتهت عمليه بناء في 2013 بتكلفه وصلت الى 450 مليون دولار وبسعه تصل الى 45,000 متفرج. لكن يعتبر هذا الملعب معبر حقيقي عن ثقافه هذه المدينه، وتم تصميم الملعب ليكون انعكاس لتراث وارث هذه المدينه. كيف الجمهور الفرنسي استعرض الان التشكيله اللي راح يلعب فيها المنتخب الفرنسي امامكم على الشاشه. فريق يلعب بطريقه 4-4-2 واللي راح تاخذ الشكل الدائم في الفريق في مساله الانتشار في الملعب. فهاي هي تشكيلتنا. لن نشاهد تشكيله منتخب استراليا في مباراه اليوم. استراليا الفريق راح يعتمد على طريقة ال 4-5-1 الهجومية في هذه المباراة. اوكي. بداية المباراة. يلا. بعد كل الإثارة على التحكم مبابي 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 والكو الهدف الأول الهدف الأول نبيل فقي واحد من أفضل لاعبين المنتخب يسجل الهدف الأول في كأس العالم. انتهى الموضوع. انتهى
الشبكة والتسديد بالإيسار هدف أول لمصلحة المنتخب الفارسي. أوكي نبيل فتي يسجل هدف والنتيجة خام. جديدة من مبابي مبابي وايد كرة تسديدة بعيد بعيد بانكو. يا سلام عليك يا سلام عليك يا جريزمان في الدقيقة 20 يسجل الهدف الثاني في المباراة. شبكة وايكا والتسديدة وفي الشباك في الشباك. وين الصدى؟ هدفين مقابل لا شيء الآن، هدف يوسع الفارق في هذه اللحظة. وايكا تسديد وين؟ وايكا مبابي ووو مرت بجانب المرمى بالثبت المنتخب الفرنسي. وايكا جريزمان جريزمان وينطلق بالكرة إلى الأمام. جريزمان تسديد من جريزمان. الله الكرة البينية من بوكبا. ركلة ركنية من نصيب فرنسا. هيك عظيم يا أم تيتي سجل. أم تيتي سجل أكنية. كيف تفكر كيف تقرر يا سلام عليك كيف تشوف كيف تشوف من ضربة أكنية ملعوبة والنهاية المطلوبة. الله على هذا الهدف. استغلال الكرات الثابتة من الضربة الركنية عرف كيف يحول هذه الكرة إلى هدف بعد تمركز مميز وجيد بين اللاعبين. تنفيذ مثالي للكرة. الفارق جريزمان يتقدم جريزمان ممتاز. شوف تمركز اللاعبين استعدادا للضربة الركنية. جريزمان بيلعبها إلى منطقة تصدي للكرة الرأسية. وايكا ومبابي يابا مباراة في اتجاه واحد. فريق يهيمن فريق يسيطر فريق يسجل كل شيء من طرف واحد لجانب واحد لفريق واحد في هذه المباراة. الفارق يتسع بعد هذا الهدف مشاهدينا في كل مكان. الأمور انتهت بالفعل. العودة شبه مستحيلة الآن. مباراة من طرف واحد والنتيجة مش صعبة بعيدة. شوف اللقطة شوف الكرة صعب هذه الكرة تدخل. نتيجة رائعة في شوط المباراة الأول. تقدم بسرعة. شوف الكنترول. الله وايكا جريزمان الهجوم يتواصل مع المنتخب الفرنسي. جريزمان أنطوان جريزمان وايكا وايكا جريزمان يا رب يا سلام. بعيد من مسافة قذيفة مرت من الجميع. الكرة تصل إلى الشباك. الله على هذه الكرة. حاول يمنع الخطورة عن فريقه لكن الكرة ارتدت منه وغلطت حارس المرمى وأعلنت عن هدف عكسي في مرماه. هدف ملعوب جاء من لعب جماعي مميز. مبابي الآن أصبح الفارق كبيرا بين الفريق. فرصة كبيرة وانطلاقا مبابي بيرسلها. تصدي جميل من رايان ماتيو. ركنية ننتظر تنفيذها. جريزمان بيلعبها الى منطقه. يا سلام يا لعيب. الله واو عليك يا ام تيتي. الله عليك. لنشاهد معا كيف تم استغلال الفرصه بشكل مميز في هذا الهدف. شوف تمركزه شوف وقوفه شوف انتظاره شوف موعده. الله على الكره الراسيه داخل الشباك. في على طريقة رونالدو. مباراة من طرف واحد والنتيجة يحافظ على كرته تحت الضغط. يا رب وضغط مبكر وافتكاك الكرة في مناطق الخصم. هذه تسويبة. برافو التصدي من حارس المرمى.
ضربة ركنية بالضغط لا توقف. كريزمان بيلعبها إلى منطقة الجزاء، كرة بتبعد دقة المدرب في اللحظات القادمة. تسديدة من كريزمان، تسديدة قوية لكن الحارس ممكن تشكل خطورة. كرة خطيرة، فرصة هدف يا سلام عليك يا مبابي، وبكل وضعية يا سلام. اسألني عن الطريقة، اسألني عن الطريق. الله على الهاتريك، هاتريك هاتريك، لا يرحم أمام الشباك. هذه ثالث مرة نراه يزور المرمى، هدف ثالث، هاتريك كبير. يا عيني عليك يا لعيب. برأيي بأن المباراة حسمت لأن الفارق في الأهداف كبير جدا، وأعتقد أن خلاص المباراة أوكي انتهت المباراة 7-0. لعب واحدة من أفضل أوكي كيف رجعنا لكم مرة ثانية من الفطور، بلعب ضد بيو. هاي تشكيلتنا بنكب فيها روعة. اوكي في كاترين بانك، اوكي دخلنا لعبية الملعب. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، هذه اجمل تحية في هذا اللقاء وفي هذا اليوم الذي ننتظر فيه مباراة كبرى والمواجهة مرتقبة ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري المجموعات بطولة كأس العالم، البطولة الأكبر والأبرز والتي تختفي الأضواء والتي نستمع ونشاهد ونتابع كل تفاصيلها، فريقها، تقاليدها، أجوائها، عراقتها وكل شيء. مباراة منتظرة اليوم لمنتخب الديوك الفرنسي ضد منتخب بيرو. اوكي كان الاسم الوطني الفرنسي. بني ملعب إيكاترينبرغ في 1957، لكنه خضع لعمليات إعادة بناء كثيرة حقيقة حتى يتماشى مع لوائح الفيفا. تشتهر هذه المدينة بأنها آخر معاقل الأسر الملكية في روسيا، كما هو معتاد 9 دول المستضيفة لأن تترك إرث تاريخي وأن تصل وأن توجه رسائل كبيرة في كل مدينة مستضيفة لهذا الحدث، على اعتبار بأنها بالتأكيد فرصة مثالية نتابع فيها العالم أجمع هذه البطولة. لا نستعرض مع حضراتكم تشكيلة منتخب فرنسا في مباراة اليوم. يلعب اليوم تكتيك 4-4-2 الماسي. أمام حضراتكم تشكيلة منتخب بيرو. واضح من الخطة والرسم التكتيكي بأن الفريق راح يعتمد على طريقة 4-5-1 الهجومية. يلا مستحيلة هذه الكرة، والتسديدة وين؟ ولكن سي دي بي يخلص الكرة من على السباق، من على خط المرمى يخلصها جبريل سي دي بي، وأيضا يخلصها الحارس
في الأول مع بعض المواقف تنفذ الضربة باتجاه وسط ولك والتسديد والاخر يا الله على هذا التصدي الله حارس المرمى يتألق كرة في نبيل فقير يتقدم جيدة هناك أيضا حارس يصدها ضربة ركنية تحت وي عظيم كرة بشكل سريع الفريق يستعيد الكرة في نص الملعب يا سلام على الكتف مبابي مبابي يا سلام أخيرا هدف يدخل إلى المرمى 1-0 ليحرك كل شيء لا كل شيء ممكن يتحول كل شيء ممكن يتغير ثبت الهجوم تأمين النتيجة والخروج بهذه المباراة بالانتصار متفقة والديني وزيجي والتسديد والهدف الأول بشأن أن يرفع معنويات الفريق في غرفة تغيير الملابس أول لمصلحة فريقنا 1-0 نرجع للمباراة والنتيجة لا هجمة لمصلحة المنتخب الفرنسي نبيل فقير كرة بتعدي تسديدة بجانب المرمى الشوط أول نجح في الفريق في تحقيق كاتنبرغ 1-0 أصبح فريقنا أو منتخب فرنسا الهجوم يتواصل مع المنتخب الفرنسي وعليك أول هدف الثاني أخيرا هدف ثاني جريزمان أكمل الطريق إلى الشباب 2-0 هدف في هذه اللحظات 2-0 جريزمان يسجل الهدف الثاني شوف الإعادة شوف اللقطة شوف التصويبة كانت بعيدة عن الحارس ارتدت من القائم إلى الشباك هدف ملعوب جاء من لعب جماعي مميز فايكا والتسديدة والتصدم في العارضة وتدخل إلى الشباك هدف ثاني من أنطوان جريزمان جريزمان يسجل هدف يوسع الفرق مشاهدينا نبيل فقير يلعب مباراة جيدة وايكا والتسديد من نبيل فقير ركلة ثانية المدرب اعتقد يبحث عن انضماء جديدة الامل نبيل فقير وايكا كريزمان وايكا نبيل فقير والهدف الثالث هدف ثالث نبيل فقير يسجل الهدف الثالث لمصلحة فريقنا لمصلحة المنتخب الفرنسي 3-0 تسديدة أرضية مخادعة للحارس إعادة الهدف من زاوية مختلفة الهداف يعرف وين يوقف تمركز في المكان المناسب هدف بكل هدوء هدف الفارق الفني كبير جدا بين الفريق ليش ما تودي؟ وايكا يا سلام يا سلام يا سلام هدف ثاني هدف رابع شوف وتعلم الله على النهاية على الأسلوب تثويبة أرضية شوف اللقطة الماضية كانت كافية لتتجاوز حارس المرمى ثنائية في مباراة اليوم والشهيرة مفتوحة للتسجيل تحرك بدون كرة تمركز مناسب استغلال مثالي للفرصة والشباك تتحرك مصلحة فرنسا والهدف الثاني لمبابي قربنا من النهاية المباراة تعتقد مبابي ولكا حلوة عادت لنبيل فقير والتسديدة ولكن بوجبا بوجبا يسجل الخمسة صفر بوجبا عطى دربي بوجبا 3-5-0 ونهاية المباراة في الإعادة نشاهد حارس المرمى كاد أن ينقذ مرمى كان قريبا لكن اللمسة لم تكن كافية لإبعاد الكرة نظرة مختلفة للهدف من زاوية أخرى مباراة كانت من طرف واحد والنتيجة توضح هذا تماما اعتقد ان الوقت قد فات
وثنتين باعها فوز مباراة غابت فيها الندية نبيل فقير قد تتسب ولعب الشوت حصل 6 نقاط دنمارك تفوز على استراليا فنحن الأول دنمارك الثاني أوكي إلى هنا وصلت مقطع فيك استمتعتوا لا تنسى لايك وسبسكرايب وكومنت وفعل الشير كم معكم ماكو على سلامة على فكرة وقبل لك دنمارك